السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة ومجربة على قناتكم وصفات مجربة وناجحة. بالنسبة للفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة الطغموس الغنية عن التعريف. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، وصفة فعالة ومجربة في علاج تكيس المبيض وأيضا أكياس الرحم، وتساهم في علاج تأخر الحمل بشكل كبير. مع المداومة على هذه الوصفة لمدة شهر على الأقل ستلاحظون الفرق بأنفسكم، وسيتم الشفاء نهائيا من التكيس. بالنسبة لهذه الوصفة مجربة من طرف العديد من النساء، وجبت معهم نتيجة مرضية كيف ما كنتمنى من البنات اللي جربوا الوصفة وجابت معاهم نتيجة، يخليوها لنا في التعاليق. فضلا وليس أمرا بارتاجيو هذا الفيديو مع أكبر عدد ديال الناس باش توصل للناس اللي محتاجين هذه الوصفة. ففعلا هذه الوصفة معجزة في علاج العديد من الأمراض، ومن أهمها تكيس الرحم اللي تعاني منه بزاف ديال الناس. كنتمنى توصلوا هذا الفيديو لجميع الناس اللي محتاجين ليه، ولكم الأجر بطبيعة الحال. بالنسبة للبنات، هذه الوصفة ما خص المرأة المرضعة أو الحامل تاخذها. بالنسبة للبنات اللي غادي يسولوني منين يمكن لهم ياخذوا الطغموس، الطغموس البنات كيكون عند العطار بثمن مناسب، ماشي زعما غالي ولا واحد الحاجة. البنات لازم تنتبهوا لها هي فاش تبغيو تشريو الطغموس، ما تاخذوش داك اللي فيه الشوك، خذوا بحال هذا اللي في الصوره. فالطغموس فيه عده انواع ممكن تكون سامه، فمن الافضل بحثوا على بحال هذا اللي في الصوره. كيف كتشوفوا هذه الوصفه كتكون من مكونين اللي ما يمكن ليناش نعوضوهم بمكون اخر. بلا ما نطول عليكم في المقدمه، ندوزوا للمكونات ديال الوصفه وطريقه التحضير ديالها وطريقه الاستعمال. على بركه الله غادي نحتاجوا في هذه الوصفه المكون الرئيسي اللي هو الطغموس، فكيكون هذا هو الشكل ديالو، مازال خضر ماشي يابس. وغادي نحتاجو ايضا في هذه الوصفه للبرتقال. هذه الوصفه البنات فعاله مع البرتقال ماشي مع الحليب ومع اللبن، فهي فعاله اكثر مع البرتقال. غادي ناخذ فقط واحد ثلاثه طريفات هكا غسلتهم، وغادي نقي لهم داك الجنيبات ديالهم. بهذه الطريقه غادي نحيد غير هذوك الطريفات الصغار. كيكون هذا هو الشكل ديالها من الوسط. غادي نقطعها طريفات صغار ونديرها في الخلاط الكهربائي. هذا هو الشكل ديالو من الداخل.
بعد ما قطعت الطغموس ونقيته غادي نضيف ليه كاس ديال عصير البرتقال ونطحن الكل ونرجع معاكم. كيكون هذا هو الشكل ديال المشروب ديالنا. بالنسبه لطريقه الاستعمال كناخذ كل نهار على الريق كاس لمده شهر على الاقل او حتى يتم الشفاء التام باذن الله. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتنال اعجابكم وتجيب معكم نتيجه ان شاء الله. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.